أبو ظبي جت من أبو ظبي اللي هي كانت معروفة بكثرة الظباء. صير بني ياس هي محمية طبيعية وموطن لأكثر من 10,000 حيوان. هذا تجسيد لرؤية الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. مسؤوليتنا تكمن في المحافظة على هذا الأرث وحمايته للحاضر وللمستقبل. الزائر يقدر يقيم في منتجع 5 نجوم وكذلك يشوف الحيوانات المنتشرة على الجزيرة مثل الغزلان العربية، الفهد الصياد وحتى الضباع. حماية البيئة هي من أولوياتنا، لذلك نزرع شجرة قرم عند كل زائر يجينا الجزيرة. الكل مسؤول عن المحافظة على الموارد الطبيعية لإمارة أبو ظبي، بما في ذلك حيوان المه العربي اللي كان منقرض والحين الزائر يقدر يشوفه عندنا في الجزيرة. كل من يشتغل على هذه الجزيرة يشعر فخر ويحس أن هذا المكان جزء منه. أحب أحكي للزائر قصة هذا المكان وأشارك جزء من تاريخنا وتقاليدنا واحترامنا للأرض وأعطي لمحة عن مستقبل مشرق واعد.